السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. هالنهار غادي نهضروا على شي حوايج مازال الناس ما عرفاش اشنو هي الخروب، السلبيات ديال الخروب والايجابيات ديال الخروب. يعني الناس مازال ما كتفرقش ما بين الايجابيات والسلبيات والانواع اللي كتخصنا باش نديروا بها المشروع والانواع اللي هي ما تخدم ليناش اصلا. هذا هو اللي غادي نهضروا عليه. كنقول دائما وابدا الناس اللي كيدخلوا للقناه مرحبا بهم، يشرفونا، نتمنى لهم الخير. ديروا ابوني سكرايب الاشتراك يعني في القناة، واحد اللايك يعني الاعجاب، الى كاين شي فيسبوك حطوا لنا هالفيديو عندكم باش يشوفوه الاصدقاء والصديقات. نتمنى الخير للجميع. ومن بعد المشاهدة ديال القناة والمعلومات الى كاين شي اسئلة مرحبا بها، حطوا لنا الرقم ديال الواتساب في القناة كان واجبكم كما العادة، او تقدروا تلقاوه التليفون ديالي يعني على حساب الناس اش كتكتب لينا واش كذا، كنحط النمره ديالي عندهم. نتمنى الخير لجميع اخوتي. كي قلنا الناس خصها تعرف، علاش كنقولوا دوك الناس اللي يبغيو يشريو الشتائل ملقمه، كنقول لهم لهاد الناس هادو يا الناس خصكم تعرفوا راه الخروب فيها انواع كبيره، فيها السلبيات والايجابيات، ولكن خصنا نفرقوا بيناتهم الا بغينا نديروا المشروع ديال الخروب. فيها الانواع متعدده. بالنسبه لاصحاب لي بيبينير هو راه غيشوف الشجره ديال الخروب، لان هي الخروب يعني مين كيشوفها الانسان خروب عادي، الخروب وحده كاع كتشابه يعني عندها وجهيه وحده، ولكن المشكل ما نعرفوش واش كتولد عام على عام، واش القرن ديالها مزيان طويل وكيعطي لنا الزريعه اكثر من 12 حبه في القرن ديالها، واش كتولد عام وعام ما كتولدش، واش كتولد عام على عام كتولد لينا غير واحد القرون ديالها ديال 4 سنتيم. كاينه اللي كتولد عام على عام كطيح كله، كاينه اللي كتولد عام على عام النص ديال الثمار ديالها كيطيح وكيبقى النص، يعني ما كيكونش الانتاج بالكثافه نتاعو. هذا هو اللي خصنا نعرف، يعني هو مول البيبينير راه ما عندوش الوقت باش يمشي يدير الابحاث على هذه الانواع هذه، ما هي الشجره اللي خصنا نلقمو منها على حساب المزارع من يجي عندي يشريها مثلا، يخصي يبقى عندي الجوده اللي هي كتولد عام على عام، عام على عام تاكدوا منها، والقرن ديالها طويل كتولد زريعة فايتة 12 حبة حتى 18 حبة ديال الزريعة، يعني يكون الروندمو عالي. هذه هي اللي راح كنقلبوا عليها. وإلا مشينا عند البيبينير شرينا الملقم، هي سمحنا كل شيء في الروندمو، سمحنا في المشروع، غادي نجيبوا الشتائل يعلم الله باش ملقمة. راه هذا هو دائما كنقول لكم، راه الخروب يعني تذكر مين كنلقموه كنجيبوه نلقموه ما عرفناش باش، يعني صحاب لي بيبينير كيلقموه ما نقدروش نعرفوه باش، لان الخروب ما كتعرفش من خارج ديالها. الخروب كنتعرفوا عليها بالبحوث باش نعرفوا الا بغينا نخلقوا المشروع ديال الخروب، نبحثوا على النوع اللي ولد لينا
والمردوديه كبيره عاليه مزيان هنا نلقموا بها. علاش انا كنقول لكم انتوما اللي راكم مسؤولين على النمره ديال ذيك الخروب ذيك النمره الزينه هنا نجيبوا الذكر ونغرسوه المساحه 700 على 700 ما نهبطوش عليها يا 7 على 7 يا 8 على 8 ونغرسوا الذكر نتاعنا ونقلبوا على المنتوج النمره واحد اللي كتولد عام على عام والقرن ديالها طويل ونلقم بها. هنا كنقول بانما درت المشروع ديال الخروب المردوديه عاليه والروندمو عالي. هذا هو اللي كنقول. والناس الانسان ما تبقاش تشوف الناس بينما راه الناس كتزرع وتبقى تحت انت كتجري. هذا راه ماشي مشروع، هذا الفلاس، يعني كتضيع راسك وتضيع فلوسك والوقت ديالك. ها شنو علينا خصنا نديرو ونجمعوا المعلومات على هاد الخروب هادي. اشنو هاد الخروب هادي ولما تنفع هاد الخروب؟ الا بغيت ندير المشروع الخروب اشنو اتجاه خصني نتجه؟ واشنو هي الايجابيات ديال الخروب؟ اشنو هي السلبيات ديال الخروب؟ خصك تعرف، يعني بنادم يفكر مزيان اشنو هي جميع المعلومات. خصني نقلب على اللي مخبي، نجبدو الى الواجهه ونشوف اش خصني ندير في الوقت اللي نقرر نعرف. خصك تعرف السريه، السر ديال الخروب تعرفه وتقراه مزيان. مين تمشي دير المشروع ديالك كديرو بالاتقان. هذا هو اللي كنقول لكم يا الدراري يا الناس، ما تبقاوش غير تشوفوا الناس تزرع والناس شرات على البيبينير راه ملقم وغادي ندير المشروع. شكون ضمنك؟ شكون عطاك الضمانه هذه راه يعني الرمانه مغمضه؟ هذه هي اللي كنقول لكم. المعلومات خصنا نجمعوها كامله نقراو عليها ونفهموها، والحمد لله اليوم كاين الناس يعطيونا المعلومات. ومنين نجمع المعلومات ديالي مزيان، اما وقت باش ننفذ المشروع سهل، ولكن خصنا نجمع المعلومات. الى عندكم اصدقاء والاحباب والناس بغات دير هذا المشروع، عرفوهم على القناه ديالنا باش يعرفوا الاسرار ديالها، يعرفوا اشنو يديروا بالضبط باش ما يتلقاوش المشاكل. وكي كنقول لكم الخروب نشريو الذكر ما تفوتش 15 درهم الحبه، ونلقموها تلقيمه اللي كنبغيوها حنايا على حساب 10 درهم 25 درهم. ها انت درت المشروع ديالك الشتله الواحده، كتمشي لي بيبينير من 30 درهم حتى ل 300 درهم، حتى واحد ما عارف اشنو ديك التلقيمه اشنو فيها اشنو غيوقع من بعد. هذه هي اللي كنتمنى لكم تكونوا على بال. نتمنوا الخير للجميع، ما تنساوناش، ومع السلامه.